انتظر هلال شلغوم العيد الجولة التاسعة ليحقق أول انتصار له هذا الموسم أمام جمعية شلف. وكان للمدير الفني فضيل سالم شرف قيادة الهلال لكسب 3 نقاط غالية. الحمد لله الحمد لله، ليسونسيال ليكيب ربحت، هذا هو الشرف الكبير. الهلال بدأ المباراة ضاغطا، لكن جل المحاولات غاب عنها التركيز في اللمسة الأخيرة، وحتى تسديد خالدي تصل سهلة لحارس أولمبي شلف. الزوار اعتمدوا على المرتدات السريعة لمباغت دفاع الخصم، ورأسية ليت تمر بعيدا عن الإطار. ضغط هلال شلغوم العيد تواصل هذه المرة، كرة ثابتة من شرفاوي صدها حارس الشلف. يقظة دفاع الزوار كانت موفقة في إبعاد أخطر الكرات من جانب الهلال. آخر كرة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، هذه المقصية من ليت دون جدوى. الإخفاق أيضا لازم ليت مع بداية المرحلة الثانية لما انفرد بالحارس. تسديدة البديل بالعريبي القوية تصدها العارضة أمام أنظار المدرب عزيز عباس الذي جاء لمعاينة الفريق عن قرب، والذي من المحتمل أن يقود الهلال في قادم المباريات. عناصر هلال شلغوم العيد لعبوا بحوافز إضافية في الربع ساعة الأخير من المباراة، وفرضوا سيطرة مطلقة على مجريات اللعب، لكن براعة الحارس قاسم وقوة الدفاع في إبعاد الكرات السانحة حال دون الوصول إلى هز الشباك. لتأتي الدقيقة 34 من المرحلة الثانية بالجديد، عندما تمكن خالدي من مباغة الحارس قاسم وتوقيع الهدف الوحيد في المباراة. الشرف يرجع للاعبين والناس اللي قايمة على هذا الفريق، هما اللي والناس اللي كانوا يخدموا الاولين لي زونترينور ما نساهمش، باسكو هما اللي في راه 3 mois دوكا دو ترافاي. يسمى ان شاء الله بلات راح ناكلوا الفروين تاعهم، مي الحمد لله الحمد لله، ليسونسيال ليكيب ربحت، هذا هو الشرف الكبير.